اوكي شكرا. فزي ما بقول يا استاذ عمر جابر، بشكرك على المداخلة دي، وما اظن حاقدر اقول قلت انت ما فيه الكفاية والاستاذ ابراهيم، وبشكركم باسم المرأة الإريترية والابنة حريتي انه تتاح لنا الفرصة زي دي، نقدر نناقش معاكم ونقدر نتحرك مع بعض، واصغين انه كإريتريات هم غادوا النضال، جابوا التحرير واستشهدوا، يا وصح إريتريا أدت من شهيدات، يا فبشوف إنه المرأة الإريترية لو ما شاركت في قضية الوطن، إنه المجال الاجتماعي أو المجال السياسي لسه هنعيش تاني 40 سنة خارج الوطن. فبقول إنه حان الإريترية تأدي واجبها، يا وأتمنى من كل الأخوان الموجودين في الغرفة وغير الموجودين في الغرفة، يا إنه كل إريتري الليلة يخلي أخته يبدأ بيه. القاش أو قاش 66، يوم غد مساء الجمعة نافذة من أجل قراءة التاريخ الإريتري مع الأستاذ عمر جابر، ومحور الحديث عن جبهة التحرير الإريترية. يوم السبت في مساء السبت أمسية اقتصادية مع أستاذ كيروس بيانيه، الأكاديمي والموظف السابق في البنك التجاري الإريتري، لمعرفة كل ما يدور حول الاقتصاد الإريتري وحجم الفساد في يوم السبت والأحد. أعتقد فيهم 2 مهمات إن شاء الله، الحضور يكون كما اليوم. أستاذ جاي 66، ليك المايك أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي، صوت مقطوع. اولا اسلم عليكم وكل الموجودين والاستاذة احلام. انا ما اعرف حتى المناظر عمر جابر قال المرأة الاريترية لسه ما اخذت حقها في النضال. والله انا شخصيا بشوف انه ما في الممكن كله سوته المرأة الاريترية في النضال. والان انا ما شايف انه في قيود على المرأة الاريترية انها تعمل في المجالات اللي هي بتحبذ تعمله. ده من الناحية انه المرأة لسه ما عملت، بالدليل انها الدكتورة شغالة في اللي هي شغل، اشتغلت شغل كويس وشغالة في المجالات الإنسانية والمجال النسوي شغالة فيه. فما أنا الحتة دي ما أعرف بعد النضال الطويل دي وبعد عطاء المرأة الإريترية، مين اللي ينكر على المرأة الإريترية إنها ما عملت، أو الآن اللي يجي يقدر يغيدها، أو إنها عندها اجتماعات ما تطلع، ولا عندها اي اسم، شنو مثلا مظاهرة. أستاذ قاش، قاش 66، أنت مو على المايك. أستاذ قاش 66 أخي، أنت مو على المايك، لو ممكن تطلع تاني لو سمحت. قاش 66، أنت مو على المايك، لو موجود تسمع. الناحية الأولى أيوة، ده من الناحية إنه ما في أحد يقدر يمنع المرأة الإريترية، أظن ما أو عقلية إريترية إنها تقبل الكلام ده. ده في المجال النضالي للمرأة الإريترية موجودة، وما في أحد يقدر يرجعها تاني لورا. ده في شتت افكاري، ما عارف بقيت اقرب اوكي، اذا كان في شيء تاني انا برجع واخد المايك فري.
شكرا جاش 66. معلش أنا بس حابة أعطي وضع المايك، وبعدين ممكن الاثنين مع بعض تحقق عليهم. أستاذ وضع، تفضلي في المايك أخي. يا ريت الصوت شوي، بس لو ترفع لنا الصوت أيوة شوي تقرب على المايك. الآن كيف؟ هل الآن كيف؟ ألو، في صوت الآن؟ الآن في صوت؟ تقريبا الصوت بعيد، لكن المين؟ يعني أتأسف، هو قدرت اللغة من بدايته لظرف خارج عن الإرادة، لكن الواحد كان يتمنى إنه في يوم المرأة يكون من بدري موجود. الأخ قاعد، بس كنت عاوز أوضح له حاجة، إنه الناس ما اختلفت يعني في كل الفترات اللي كان بيكون فيها، يعني في كل يوم خميس الناس بتناقش عن المرأة بشكل عام، كل خميس بيتناول جانب. الناس ما اختلفت بإنه يا أخي إنه المرأة ناضلت، لا شك في ذلك، إنه المرأة ليها دور في النضال بكل المراحل النضالية، والمرأة ساهمت مساهمة فعالة، لا نختلف في ذلك. لكن الآن قاعد نختلف في مسألة إنه ما في حد منعها، لكن المساحة مضيقة، المساحة في العمل السياسي والعمل الاجتماعي الأريتري والثقافي، المساحة للمرأة مساحة ضيقة جدا. فهذه المسألة، ما أنا عشان ما 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 عشان الناس ما تخلط الأمور، إنه المرأة لا إنسان يجحف في حق المرأة الأريترية بالذات، لها نضالاتها ولها إسهاماتها في النضالية الأريترية. فلكن الشيء الآن الملموس واضح ويجب أن نعترف به جميعا، إنه المساحة غير كافية للمرأة. فنحن إيماننا بدور المرأة قديما في الحركة النضالية الأريترية، فإيماننا بالمسألة دي لازم نحاول إنه نخلي المرأة تعيد مكانتها، ترجع زي ما كانت أول، تساهم في نضالاتها في كل المجالات. والآن أعتقد إنه المساحة مضيقة للمرأة، دي المسألة. لا اعتقد انه، معلش انا مفترض انه ما، لكن بس حبيت انه اوضح. وعلى كل بعود، انا تقريبا بعود لحظات، بعود لكم ايضا مرة ثانية، بس اوضح النقطة دي، وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ وضع، بس أعتقد أتمنى يعني المرة الجاية لما تيجي صوت المايك يكون أعلى من كده شوية. أستاذ أحلام، أعتقد إنك أنت حابة تعلقي على وضع وعلى جاش، فليك المايك. يمكن مجرد التعليق حيكون فقط، ليك المايك حيكون. السلام عليكم، الصوت مسموع؟ طيب أوكي. بالنسبة لجاش، طبعا رد عليه ودعة، ما عندي أي تعليق، وما أظن يمكن دخلت الغرفة وما كنت استمعت أكثر، فما أظن كلام الأستاذ عمر جابر كان ما كنت سمعته من بدايتي يمكن. ونفس الحكاية، نفس الكلام اللي أنا قلته والأستاذ إبراهيم وغيره وكير كلنا، فما في انت ما سمعت الكلام، فأتمنى يعني يا الأخ ودعاء رد على سؤالك. شكرا. شكرا أستاذ أحلام. أستاذ لونج يون، تفضل ليك المايك. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، صباحكم زين وحبور، تسلموا كثير. جد يعني كان أستاذ لونغ يونغ، أنت مش موجود على المايك. أستاذ لونغ يونغ، أنت مو موجود على المايك. لو بتسمعني أنت مو موجود ليلة على المايك نسية أخي. رايحة بمعنى. وإن كنت الحين كيف؟ مسموع الصوت إن شاء الله. ناو يس، الحين أنت مسموع على إن شاء المايك الله. أخي. طيب، تحياتي لكم كلكم، وجد كانت أمسية ممتعة ورائعة، يعني اتجولنا الطول الإنساني اللي بدأته أخت محلون، نتمنى لها كل الخير. يعني
يعني أنا هنا ما عندي سؤال محدد مباشر بعينه، وإنما يعني داير أطلع بفكرة. وإحنا داخل الغرفة كشباب، يعني السؤال بيطرح لنا إحنا من العمل الإنساني هذا، العمل اللي قامت به أختنا، يعني كان نموذج اللي قدمته أختنا علق، وين نحن منه كشباب؟ بينا نادي بحراك، بينا نادي بتغيير، وهكذا يعني. فيمكن التجربة حقتها بتاعت أمل في منظمة أمل كانت واحد من الأسباب ضعف دور الشباب، يعني كان بعض الشباب اللي هم بيقيفوا مع بعض، فدي نخط اندر ايت تين لاينز، ان احنا كشباب نرغب التغيير، نقوم بحراك، دايرين اهداف، عندنا اهداف جد. او طوعي وانساني يعني. في ظل الويلفر ستيت وبنون في شقق وعلينا سخانات في الشتاء، هم يفترشون البرد، فين نحن من هذا؟ هذا السؤال اللي ابقى اطرحه، ويا ريت نحن كمجموعة كشباب سيبونا من هذه. حامد وكلام سي تي دبليو يفتكر، او عمر المناضل عمر جابر، ندع السياسة، نبدأ بالعمل الإنساني. احنا كشباب دورنا ايش هو؟ وكيف يكون شكل مجهودنا؟ يعني جغرافيا، لكن هل هذا سبب مقنع انه نقيف من هذا العمل؟ وليش ما ننفخ الروح مرة ومرات في منظمة أمل وغيره؟ في نفس الوقت في الساحة موجودة أكثر من منظمة، عندنا إيثار، يمكن منظمة جد لها عمل ملموس. فهذه كلها مجموعة بتاعت أسئلة أنا بحاول، يعني كانت تختمر في راسي، والحوار داير. فيا ترى الحين نحن مو بيدنا بندقية لكي نحارب، كل ما نعمل نجتمع هنا وشوت توكينج، ناخذ جد كويس، هذه رسالة، هذه هموم تسكننا، جد كثير من شعبنا محروم منها. لكن يا ترى هذا العمل، هذا الكلام إذا أوضح بجزء عملي حيكون شكل النيف من غيره، وترسل عبر الحساب معروف، يعني اعتبرها بتاعت اتصالات، اعتبرها بتاعت الدخان، في نفس الوقت الفلوس هذه تتجمع نحل بها 1000 قضية في معسكرات اللاجئين. وإذا جد بس يعني في لاجئين في السودان، في غيره في غيره، هذه مو قضية كمان، لأنه أكثر حتة جغرافية ممكن يلجأ إليها اللاجئين الإريتريين هي السودان. احنا مرينا نفهم الحته دي، وما حته بتاعت خلاف، حتى ممكن يقتطع هذاك المبلغ الى اليمن جزء، الى السودان جزء، الى غيره جزء. دايمتين اذا بيتنا ان احنا جد حنعمل، انه جد حنقدم شيء باللي عندنا. لا يا اخي، نبدا الحاجات صغيره صغيره، فكده يكون يعني لكل الكلام له رساله، ويعني نربط جزء من كلامنا بعملنا. الجانب السياسي برا، مع احترامنا لكل الآراء، احنا بنتكلم كشباب إريتريين بنقيف على معاناة أهلنا وبنتقاسم مع عمل لقمة. هذا جدل اللي أنا ما أحب أقول، ودوما أنا يعني بحاول بعزف على وتر زي دي. افتكر احنا في الجامعة زمان، ديوان كثيرة كثير يعني نواة، كنت في الجامعة مجموعة، أنا جد بديكم يعني كنا مجموعة، افتكر كانوا في طلبة طب، هم أصلا أولاد من المعسكرات يعني بطريقة أخرى، تسودنوا ودخلوا الجامعات، فكان عندهم ينقلوا جزء من نشاطهم دي في مناطقهم. يعني اتذكر أنا مقرقور، بتجيني بعض الحاجات، مقرقور من المعسكرات 26 بيعملوا هناك أماسي زي دي، بينقلوا جزء من نشاط الجامعة للناس زي، بيقعدوا معاهم يوم ساعات، يقفوا على حاجاتهم، بنسلين على ما بعرف بانديج، على حاجات بسيطة لكن ليها شنية يا جماعة مدلولة. فأنا يا جماعة ما أحب أكثر الكلام، جد هو حلو وشيق،
بس يا ريت لو ربطنا هذا القول بشيء من عمله، والحين نحن يمكن قد تكون ظروفنا كلها أفضل من إخواننا البعيدين مننا يعني، أو اللي بيعانوا. فده ما حبيت أقوله حبايبي، وإن شاء الله نسمع منكم الكثير والمفيد، وشكرا كثير. شكرا كثير. شكرا أستاذ لميان. أنا حاطي معلش، أنت لو حابة تردي على تعقبي على كلام لونج يانغ تعطيني بس واحد واحد. أستاذ أحلام، أستاذ أحلام، أستاذ أحلام، لو عندك تعليق على أستاذ لونج يانغ ممكن تعطيني، لأنه تقريبا هو كان رأيي أو تشجيع، كان تقريبا الرأي اللي هو قاله. أستاذ أحلام، أستاذ أحلام، أحلام، اوكي. استاذ احلام شوي بعيدة اعتقد. اوكي اوكي طيب، ليك المايك استاذ احلام عشان تعلق يا استاذ. شكرا، وافتكر كلامك كان في الصميم، لانه الشباب لو كان اهتموا، او كانوا الشباب اتحركوا، يا او الحراك الشباب لو كان عمل الحراك او الحركة بتاعت الشباب هي لها تأثير، صح، لها تأثير كان حيكون، وهي فعلا لها تأثير. اتمنى لو الشباب برضو يدخل في المجال الانساني اكثر من ما يشوف المجال الثاني، لانه في المعسكرات فعلا في شباب طموحين، في شباب ما بتتوفر لهم الوسائل، صح. الشباب اللي بتقول عليهم، انا قابلت شباب اللي هم بيجوا من جامعة الخرطوم ومن جامعات تانية، وفعلا قابلتهم في المعسكرات، يا فكانوا يعني بيوصلوا رسالة لأخوانهم اللي هناك في المعسكرات، اللي ما عندهم الفرصة تتاح لهم انهم يطلعوا ويمشوا للخرطوم مثلا. اوكي، اواصل. اوكي، فاتضح في النهاية العمل اللي اشتغلته انا سنة كاملة طلع سكر على المية زي ما بقولوا، بس لكن شنو اتعلمت منه، لانه انا بقول كل مرة، كل ما اخسر في تجربة او اخسر في شيء بقول اتعلمت منها، لانه ما بشوفه انه خسارة. تعرفت باخوات واتاحت لي فرص ثانية، انه قدرت اتعرف على عدد من الأخوات في لندن في وقت بسيط خالص. فده الظرف اللي كان حصل لي، وأتمنى يكون رد على سؤالك أو رد على السؤال. أيوة، شكرا. شكرا أستاذ أحلام، و I'm sorry. دلتا ليما، ليجي المايك أستاذ دلتا ليما. طيب، مساء الخير. أنا لو مسموع ادوني واحد واحد. هل أنا مسموع؟ طيب، شكرا. في البداية، أولا أنا أحيي الأخت الأستاذة أحلام لدورها، يعني حقيقة هي شايف تقوم بدور كبير، من دور نسائي ودور شبابي، المهم يعني جد يعني دورها واضح وما يحتاج إلى دليل، يعني إنه أنا من تابعتها يعني فترة، هي موجودة يعني حاضرة في كل النشاطات بتاعت الشباب، بتاعت المرأة وغيره يعني. واليوم هي بتتكلم يمكن في تجربتها في مجال التطوعي وكده، فبالتأكيد يعني إنه المرأة، بالذات المرأة الإريترية، عملت في كل المجالات، يعني إنه بكل المقاييس. يعني في تاريخنا الإريتري، المرأة الإريترية ما كان دورها أقل من الراجل صراحة، يعني عملت في كل المجالات، ويمكن في بعض المجالات كانت تتفوق عليه يعني. فالآن برضو، حتى الآن يعني في العهد بتاعت المعارضة طبعا، يعني الدور بتاعت المرأة هو برضو متواضع زي الدور بتاعت الآخرين، يعني إنه المعارضة دي 20 سنة كانت لافة حول نفسها، انه من ضمن الاسباب بتاعتها انه عدم مشاركة المرأة فيها يعني والشباب. فالآن لكن بعد ما مؤتمر الحوار، ملتقى الحوار، الآن
في طبعا يعني دور للمرأة بعد المؤتمر بتاع تواسا وكذا، وفي فعلا يعني من النساء جنود مجهولات يعني انه بيشتغلن في سمت، وواحدة منهم يمكن تكون الأستاذة حنان علق وغيرها. ممكن الواحد ممكن يذكر برضو آخر مرة أنا شفت عمل لامرأة واللي هي الدكتورة الجانيش جاندي، صراحة يعني وثقت كل الجرائم الإريترية. يعني أنا هذا العمل بشوفه أنه هو يمكن يوازي عمل ما قامت به يمكن القوى السياسية كلها يعني خلال السنين دي. يعني عندها توثيق للجرائم اللي قاعد تحصل في سيناء، وأي واحد يمكن كثار يكون شافوه يمكن في الفيسبوك وغيره، لكن نحن شاهدناه عن طريق فيلم وثائقي وشرح. وبالتالي هذا مجهود قاعد تقوم به المرأة في زمن يمكن ما في عمل زي ده قاعد يقوم به الرجل يعني. فإلى جانب برضو بعض الحقوقيات، وبيقوموا بعمل كبير زي إرسا زي غيره، والدكتورة خيار برضو في مجالها، وفي يعني كتار يعني. فالمرأة الإريترية تاريخها يشهد أنه هي ما أقل من الرجل إذا أتيحت لها الفرصة، وهي ذاتها ما تنتظر أنه الفرصة من الراجل. والآن بالقياس بالدور اللي قاعد يقوموا به الرجال، هي ما مقصرة شيء. وحتى في السابق يعني في تاريخنا المرأة قامت بدور ما سهل. لو ما دور المرأة لا ما كان حتنتصر الثورة الإريترية، أنا ده تقديري على الأقل. يعني إنه المرأة حتى المرأة في الريف هي اللي كانت تعد الطعام لكل هذه الجيوش، هي اللي كانت تقوم بالتطبيب، هي اللي كانت تقوم بالعمل الأمني بالعمل الفدائي. فما في دور يعني هي ما شاركت فيه. فالمرأة الإريترية فعلا مرأة مميزة، مرأة عندها تاريخ، ولا يمكن يكون في ذكر للثورة أو للتاريخ أو للرجل وإلا المرأة كانت وراه وكان عندها دور قدره او اكتر منه. والان برضو ده انا شايف يعني التحرك بتاع اخواتنا يعني من احلام وغيرها والنساء ديل، انه هو ده دليل العافية، وده هو دليل انه المعارضة برضو في طريقها الى الانتصار. فاي تنظيم سياسي انا في تقديري يقاس بدور المرأة فيه ودور الشباب. اذا العنصرين ده غايب معناها ده عمل فاشل يعني. فنتمنى انه انا برضو اشكر الغرفه لاتاحه الفرصه للمراه الاريتريه وتخصيص يوم وناس تجي تناقش فيه دور المراه. واتمنى من الاخوات اللي حاضرات هنا انه والله يا اخي يحاولوا يتصلن بالاخرات وبالفعل يتنسق هذا العمل. وانا اعتقد انه حيكون في لهن دور كبير ومستقبل. وده ما حبيت أقوله. شكرا للغرفة وشكرا للأحلام وشكرا للأخوات الحاضرات هنا والأخت الشابة بالذات حريتي برضو في تقديمها، وشكرا وشجاعتها في زي ما قال الأخ اللي كان يتكلم من قبل رغم الإزعاج اللي عملوه. وشكرا والمايك فري. تسلم أستاذة سليمة، شكرا كثير، وشكرا كثير أستاذ أردوغان على التشجيع الحلو اللي تقدمه لنا إحنا كنساء. أستاذ أحلام، أعتقد إنك حابة إنك تعلقي على دل سليمة، أنا حسيب لك المايك. أستاذ أحلام، أستاذ أحلام، أستاذة أحلام، it's okay. حابة تعلقي على أستاذ دل سليمة؟ ممكن أسيب لك المايك أو أطلع عبد القادر ميكال، لو حابة تعلقي اعملي له واحد واحد أو اطلعي على المايك. أوكي أستاذ عبد القادر ميكال، ليك المايك، بتعلق عليكم انتوا الاثنين مع بعض إن شاء الله، اتفضل على المايك أخي. اوكي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اوكي شكرا استاذ حديث. شكرا للحضور الكريم، وعذرا للدخول المتأخر يعني لظروف استثنائية الواحد جه متأخر، ولحسن الحظ لقى الموضوع المتناول هو عن الأخت والأستاذة أحلام علي علق.
هذه الشخصية الثرة يعني، والواحد لو تكلم عنها وعن مساهماتها في كثير من المواقف، يعني حقيقة أنا بالنسبة لي الشهادة بتاعتي بتكون مجروحة في حقها، أو مهما تحدثت لن أوفيها حقها تماما كناشطة، ولها إسهامات ملموسة في كثير من المواقف الإنسانية. يكفيها فخرا أنها كانت تأخذ من راحتها ومن صحتها وتزور معسكرات اللاجئين وتعمل على جلب كثير من الأدوات المساعدة، من كراسي متحركة إلى غرف طبية إلى، والمسألة دي بالتحديد تمت قبل ما تنتقل من ألمانيا للندن. يعني كان لها حتى وهي في ألمانيا كان لها إسهامات جميلة جدا جدا، مغروسة في وجدان الكثيرين، طرحت البسمة في كثيرين من المشتتين في معسكرات اللاجئين بالسودان، ساهمت مع الكثيرين من النشطاء في ذاك الزمان، وأذكر منهم دكتور نعمان وكثيرين غيره. أحلام علي علق هي ابنة مناضل كبير احتوى الجبهة حتى رحل، له الرحمة والمغفرة. فلذلك أنا في اعتقادي إسهامات المرأة زي ما قال أخي الذي تحدث من قبلي، أن إسهامات المرأة بدت في السابق في عهد الثورة، والآن في عهد هذه العصابة الديكتاتورية لا زالت هنالك نساء يعملن من أجل التغيير، حتى إن لم يكن شبابا يعملن جنبا إلى جنب مع الشباب، يتحركون في كثير من التظاهرات المنادية بالتنديد بهذه العصابة. ونذكر من هذه التحركات تحرك أختنا الأستاذة أحلام علي علق إلى مظاهرة جنيف الأخيرة، والمقابلة التي أجريت معها من قبل الإخوان القائمين، وكان على رأسهم أخونا محمد أمان أنجبة. لك التحية أخت الأستاذة أحلام، العطاء سيستمر حتى نغير هذا الوضع الجاثم على صدور آباءنا وأمهاتنا وأخواننا وإخوتنا وكل شعبنا. نغير من أجل الإنسان، نغير من أجل الحرية والكرامة ورفع الرأس في أرضنا. لك التحية، والتحية عبرك لكل الذين تداخلوا قبلي ولم أحضر مداخلاتهم. لكم التحية ولكم المايك، مايك لك أخي أنجبة، وعذرا للإطالة. السلام عليكم، مايك لي. شكرا أستاذ عبد القادر ميكال. معلش أنا حابة أسأل أستاذ أحلام لو هي حابة تعلق على الكلام اللي قاله أستاذ عبد القادر ميكال والكلمة واللي كان قبليه أستاذ أحلام. أوكي ليك المايك أختي. شكرا أخ نوري وعبد القادر ميكال وكل الأخوان، طبعا أديتوني أكثر من حقي. يا أنا طبعا ما زوري
انا ما قدمت المفروض كان ممكن الواحد يقدم اكتر، لكن الواحد بيعمل قدر طاقته، فاديتوني اكتر من حقي. بشكركم وبشكر كل الاخوان. طبعا الواحد فينا بيأدي واجب، فانا بشوفه دي واجب من واجبي، واجب كل مرأة إريترية، واجب كل أم إريترية، واجب كل أخت إريترية، واجب كل زوجة إريترية. فأتمنى في الساحة الليلة اللي نحن واقفين فيها يشاركوا فيها كل الأخوات اللي هم زوجاتكم، أخواتكم، أمهاتكم، بناتكم. فبشكركم، وإن شاء الله المرأة الإريترية تعود في الساحة وتشارك معاك ومعاي ونشارك مع بعض. والتغيير لازم يجي، والتغيير حيجي إن شاء الله. ولو شاركت المرأة يمكن التغيير، بنعجل في التغيير. شكرا. شكرا أستاذ أحلام. أنا شايف عبد القادر من كان رقم واحد، بس أعتقد إن الدور كان للأستاذ أنجبة. أستاذ أنجبة، أستاذ أنجبة المايك. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا جماعة؟ في صوت؟ شكرا استاذ عريض، شكرا لك. اوكي، شكرا استاذ عبد القادر ميكال وكل الاحبة والحضور الكريم، الناس اللي جم متأخرين. استاذ احلام، والله كنت عايز اسأل، زيارتك للسودان هل كانت هناك تسهيلات من التنظيمات السياسية اللي انت هناك محتاجة؟ مرة سمعتك بتقول يا اخي في ابر وفي بعض المعدات الطبية اتحرقت بسبب التخزين والاشياء دي، يا ريت لو حدثتيني في هذا الشيء. النقطة الثانية، سؤال خاص جدا لك أستاذ أحلام، أثناء زيارتك لمعسكرات اللاجئين والمنظر المأساوي، هل هناك صورة ما زالت عالقة عند أستاذ أحلام من مؤاساة ومعاناة اللاجئين؟ هل اختلطت صورة الأم أحلام بمنظر هزاكي كإنسانة عندك أبناء في معسكرات اللاجئين؟ حكيت لنا عشان المشاعر دي على الأقل نقيف عليها شوية كده وتكون صورة حية من شاهدة في تلك اللحظات. سؤالين، السؤال الأول، مساعدة الجهات السياسية لك أنت لما كنت بتحمل الحاجات ده، الأشياء الطبية وغير ذلك، الموقف اللي خرجت منه، الأدوية كان سببه شنو؟ والسؤال الآخر، صورة توصليها لنا عبر إنسان وأم ومايك لك. شكرا أستاذ أنجبة. أستاذ أحلام، أستاذ أحلام ليك المايك، يا ريت. أوكي أستاذ أحلام تفضلي على المايك. شكرا. يا سؤال جميل خالص. طبعا المساعدة بالتنظيمات السياسية أو مساعدة، يا أنا ممكن أحكي موقف يمكن لبعض الأذن يمكن يكون ما دايرة تسمع، ويمكن للبعض يبرهن أشياء ما تكلمنا عنها. أنا طبعا لما مشيت السودان سألت كل التنظيمات السياسية أساس إنه للترحيل ألقى عربية بتاعت سيارة لترحيل العفش من الكارغو، يا طبعا ما سألتهم عن ماديا، ما سألت مساعدات ماديا، لا سألت بس السيارة. يا فيمكن الله يعلم، يا ما في تنظيم سياسي حاول يدينا سيارة. فالله يرحمه الدكتور أحمد جباش، ده كان في 2005، لقينا بتاعت هيئة الأمم المتحدة سيارة. طيب في الخرطوم ما حصل، كل التنظيمات رفضت. 2006 حصل نفس الموقف، 2006 بس الأمن السوداني بصداقة شخصية اتعاون معانا وأدانا سيارة وسواق. وأنا بحب أشكر
يعني جات الفرصة عبد العزيز خيار اللي هو عايش في ألمانيا حاليا، ووقف الأخ معاي، وأحب أشكر الأستاذ إبراهيم محمد نور، أستاذ محمد نور أستراليا، برضو كان هناك وشافوا الموقف وشافوا الأشياء اللي كنت فيها، فساعدوني بأنه أدوني شاب إنه يسوق السيارة، وفعلا العفش كان في الكارغو، لأنه لظروف ما الجمعية الطبية بعد ما افتتحوا العيادة باسم الشهيد يحيى جابر حصلت لهم مشاكل، الدكتور الشهيد أيوة دكتور يحيى جابر، فحصلت لهم مشاكل فلم تتجدد الجمعية، فالدربات والأدوية اللي كنا جايبينها لازم نحرقها، لأنه الإبر صدت مع السخانة بتاعت السودان والعفش جلس 3 أسابيع. فأنا سألت أي تنظيم سياسي يحاول يقول أحلام ما سألتنا، أنا اسمي أحلام علي سعيد علق من مواليد الخرطوم 3، يا وعايشة حاليا في إنجلترا، ولن أنكر الكلام دي ولا أقدر أغير فيه، وسألت كل التنظيمات السياسية رفضت تدينا سيارة. فعلا نحن حرقنا الأدوية، دكتور خليفة كان معانا ودكتور عصام، يا للأسف الشديد دي من الأشياء المحزنة، من المناظر اللي عاشت في ذهني، اللي هي إنه أنا ما بشوف نفسي أنا كأم لما أمشي الأماكن ديك، أنا ما بشوف نفسي، أنا بشوف نفسي إنه إنسانة سباكة أو زول كهربجي جاي يصلح كهرباء ويمشي، بس بشوف نفسي كده. لأنه لو حبيت أتكلم عن العاطفة ما حقدر أعمل الشغل دي. فأنا لقيت ست وعندها طفلين، وفعلا اتأثرت لأنه أنا بالذات عندي طفلين ولدين، ولأنه زواجها من قريبة لأسباب ما، المهم بتلد أطفال معاقين. فالمرة دي قاعدة في ركوبة وبتعمل يعني الواحد يعني كيف تقدر تساعد شابين معاقين عندها في المعسكرات، والمرأة دي قاعدة في المعسكرات اللاجئين في الشوك يا المنظر دي بتخيله كل مرة لما أشوف أم مع طفلين. فقعدت واتكلمت معاها وشربت كوباية شاي معاها، يا ليه؟ لأنه أنا مش عشان محتاجة أشرب كوباية الشاي أو أشيل منها، حبيت أديها اليد اللي أقدر أتكلم معاها. فبتقول لي إنه زوجها هجرها لأنه هي بتولد أولاد معاقين، فدي حاجة طبية وأنا ما بعرف حاجة في الطب وما عندي علم على الطب وما قريت طب، لكن الأطباء اللي كانوا معاي يعني تأثروا للقصة دي، وبالذات كان معاي في الرحلة دكتور عمر كان مشى معاي المعسكرات، ومنظر تاني برضو في القضارف واتشاب ذكي، أتمنى لو كان الواحد يقدر يا ولو واد ذكي ذاكرته أسرع من الكالكوليتر الآلة الحاسبة، يا ماتماتيك، الواد ذكي خالص، يا وواد يتيم لا أم ولا أب وبتربيه عمته وهي كبيرة في السن. ففي مناظر يعني ممكن الواحد يكتب كتاب عنها، وأتمنى لو رديت على أسئلتك يا أنجبت، وشكرا. شكرا أستاذ أحلام، شكرا أستاذ أحلام. أستاذ أردوغان مايك، أستاذ أردوغان. اوكي اي اي ايوه انا معك. اوكي شكرا استاذ حريث. شكرا استاذ احلام. معلش استاذ احلام، انا عايز اسالك سؤال، ولكن جاوبتيني تقريبا الى حد ما صراحه من خلال اجابتك لاخونا انجبه،
وهو بس عاوزك تأكد عليه أكثر. هو أستاذ أحلام، أنا أرى هناك مجموعة كبيرة من الناس يثنون عليك صراحة وفي دورك. من شوية كان عبد القادر ميكال، هذا الرجل، الرجل صراحة الكبير، صراحة الشاعر، وغيره وغيره من الناس، وانت معروفة. ولكن استاذ احلام، كلما انسان اثنى عليك وفي من خلال ردك هناك نبرة، بمعنى انك ترد انا ما اديت المفروض اللي كنت اعمله، هناك نبرة، ايش اقول، حزن، نبرة لا ادري، او تواضع، اوكي تواضع نقول موجود تواضع، لكن في هناك نبرة، يعني ايش اقول، حزن، ما اعرف. هل انا ان شاء الله ما اكون وفقته ولا ما وفقته؟ شكرا. فهمت سؤالي استاذ؟ يعني كلما انسان اثنى عليك وشكرك ودورك ومش عارف ومش عارف الى اخره، وفي اثناء ردك احس انه في جوابك لا شك هناك تواضع فيه، انك تقول انا ما قدمت شيء، انا ما، ولكن انا ما قدمت شيء كان يفترض اقدم، يعني في هذه الاجابه فيه نوع من نبره حزن، نبره ما اعرف. انت كمل السؤال وجاوبيني وشكرا. شكرا استاذ اردوغان، اعتقد انه هو سؤال بيخطر على بال كثير من الناس اللي قاعدين بيسمعوها. استاذ احلام لي في المايك، استاذ احلام، استاذ احلام يا ريت لو تشيل المايك. استاذ احلام، استاذ احلام يا ريت ممكن تكتبي واحد واحد لو انت اوكي، موجوده اصلا. شكرا شكرا شكرا. طبعا أردوغان، انا بقول ايش، طبعا انا حزينه بطبعي، بطبعي انا انسانه حزينه. الحزن ما لكل الشعب الاريتري حزينه. اليوم الوحيد اللي فرحت فيه اليوم اللي استغلت فيه اريتريا من اثيوبيا فعلا، لكن حزينة إنه لما أشوف شعبي في مأساة. يا وأنا عشت في أوروبا 32 سنة، يا 32 سنة يعني عمر، يا ف أوكي طيب. فبشوف إنه بعدين أنا بشوف إنه أنا كأحلام ما عملتها. هو صح عملت في أشياء كثيرة، اللي هو أيام الجبهة في السبعينات، الله يديه العافية إسماعيل نادو، وفي المنظمات الجماهيرية شاركت، اللي هو مثلا الجوازات من الداخلية والخروج، التأشيرات للسفارة السعودية وهكذا. يعني عملت نشاط زي ده، وفعلا من الأخوات قابلتها في ألمانيا زي كبرى المناضدين مثلا، اللي في ايام اللجوء، ايام الجرحى لما دخلوا امدرمان، تبرع للدم، اشياء كثيره. يعني الواحد فينا اشتغل بس اشياء شنو دقيقه، اشياء صغيره. يا فانا بشوف الاشياء الصغيره اللي انا عملتها او اشتغلت وعاشت في داخلي هي يمكن ملتني بالحزن الداخلي. فلما اتكلم كلام زي ده بحس في الاعماق انه كلنا اللي طلعنا وشربنا المويه النظيفه قصرنا في حق اخواننا، قصرنا. بنشوف نحن بس اهلنا ودارنا، ما بنشوف جارنا كاريتريين، وما بنشوف قضيتنا الوطنيه بالذات هي وين مشكلتنا. مشكلتنا نحن بقت حالتنا حاله ماديه، يعني بقينا نعيش الاقتصاد والحالة الجميلة يومي. يا وده اللي بيخليني أكون حزينة. يمكن أتمنى أكون رديت. شكرا استاذ احلام، اعتقد انه ما في احد الحين. كان في سؤال
من بعض من احد الاخوه بيقول بما ان المنظمه منظمه امل كانت مسجله رسميا في المانيا وكنت بتدفعي عليها ضرائب، فهو بيسال اين مجلس الاداره وبقيه الفريق اللي كانوا شغالين معك، لان انت قلتي انه انت كنت شغاله لحالك. اعتقد سؤال يمكن يكون واضح، أين مجلس الإدارة اللي كان شغال معك وبقية الفريق؟ وليش أنت كنت شغالة لحالك ما دام أنت كان في معك فريق؟ يعني يا ترى لأنهم اتنازلوا أو لأنهم خذلوكي أو ليك الإجابة أختي أحلام. أوكي، أول دفع ضرائب للجمعية ما حصل. الدفع اللي أنا دفعته في الأخ معاذ عبد الرحمن سوداني، فعلا وقف معي في مطار فرانكفورت في الكارغو، ولما بقى على الدفع الناس اللي وعدت انه حتساعد وانت اشحن العفش ومسلكها لينا ومساخن لنا ونحن موجودين، ما لقيتهم في اللحظة دي. فانا دفعت بالكرت بتاعي وانا عملت الشيء ذاته، ما عايزة اتكلم فيه، يكون لي انا صدقة، لو انا مت تكون هي كرامتي، ولو انا عايشة يا هي صدقة وذكاء عطاء أعطيته من غير بلان يعني. فما كان في أي ضرائب دفعت ل اسمه شنو ناس الضرائب في ألمانيا، لأنه في ألمانيا بتثبت كل شيء. الناس اللي كانت معاي في الإدارة اللي هو تسفو الزودية الليلة، هو رئيس تنظيم دخل كان في أواسة، والأخت يعني الناس بتخش وبتستلم المسؤولية بس ما بتشتغل. يعني الأخت رغية بشير عايشة في ألمانيا، هي اللي جابت معظم الأشياء بتاعت المعامل، هي اللي جابتها يا، بس في الإدارة ما بيشتغلوا، لأنه دي المشكلة، دي مشكلتنا نحن الإريتريين في الإدارة أو في الشغل، بنشيل الشغل وبننام عليه يا. ده فيه مسؤولية، فيه مراقبة. انت لما تكون مسجل جمعية باسمك وبعنوانك يا، عندك مراقبة طبعا بتجيك حتى في حسابك يا. فللأسف الشديد الإدارة انتهت على كده، ولما قلنا نعمل ترشيح الناس ما عايز تجتمع، فالواحد ما يؤدي أكثر مما هو يقدر. وشكرا، أتمنى أكون رديت، وحتى لو ما رديت أسأل وأتمنى أديك الرد الكافي. شكرا. شكرا أستاذ أحلام. كمان في سؤال بيقول، أنت ذكرت بحديثك إنك قدمت قافلة طبية لمعسكرات اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الطبية، هل هناك تواصل بينكم ما زال؟ يعني هل عندك استعداد لتقديم المساعدات، ولا سيما أن الدكتور خليفة كان يتحدث أن هناك مشكلة في تسجيل المنظمة، أو هي تسجيل أي المنظمة الطبية؟ لو أنا أكون وضحت السؤال، ولكن أعيد مرة ثانية. أنت ذكرت بحديثك أنك قدمت قافلة لمعسكرات اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الطبية، هل هناك تواصل بينكم؟ يعني ما زلت تتواصلي معهم للحين؟ وهل عندك استعداد لتقديم أي مساعدات؟ أنت وفرت طبعا للدكتور خليفة، لأنه كان يتحدث أن هناك مشكلة في تسجيل المنظمة. أستاذ أحلام، ليك المايك أستاذ أحلام. أوكي، شكرا شكرا. أوكي، طبعا أنا في اتصالات مع دكتور خليفة، وفي أمل يعني لحد ما الأشياء هي تنجح والإنسان ينجزها، يعني ما عايزة أتكلم عنها حاليا، لكن في أمل إنه الجمعية الطبية تتسجل في الخارج، وأتمنى أنا أقدر أعمل
وأتمنى لو إن الجمعية الطبية تقبلني بعد العمر دي يعني، يا والواحد لو عنده المقدرة، أنا ما أطمع بأي شيء. وصح حيكون في عمل إن شاء الله، بس أول تسجيل الجمعية يتم في الخارج، وإن شاء الله حيتم في إنجلترا يا الجمعية الطبية. وأنا في اتصالات مع دكتور خليفة يا، وهو المسؤول الجمعية طبعا. وبالنسبة للعمل حاليا، أنا ما قاعدة أعمل أي عمل إنساني غير اللي هو ياهو اجتماعات ومظاهرات دي، هو وكل خميس طبعا في غرفة المنتدى طبعا لازم يا ده الأشياء، لأنه صحيا حاليا ظروفي ما بتسمح لي أكتر من كده. شكرا. شكرا أستاذة أحلام. يعني يا بالنسبة لدول الخليج، اسمع، أنا كنت التقيت بيهم في السودان، والكلام ده كان بدري أيام أنا كنت في السودان. أحب ما أقدر أقول أنا نشطة، لكن في العلاقات العامة أو العلاقات اللي تقدر تسلسل منها للعمل الإنساني أو لمعسكرات اللاجئين أو لدعم اللاجئين، لأنه الخبرة هي موجودة. وزي ما كنت ذكرت بدري، شغلي مع الكاريتاس أخذت فيه دورات وممارسات عمل يا وخبرة لمخاطبات الأماكن اللي تقدر تلقى منها مساعدات أو تفتح بيبان. فأنا كنت اجتمعت بمنظمة الخليج اللي هي في السودان، والوكيلة بتاعتهم في الخرطوم يعني. وفعلا اتفقنا على أعمال، بس للأسف الشديد ما أقدر أقول يعني الجمعية الطبية طبعا ناقصهم كان الناس اللي بتمشي وتقول نحن حنعمل، بيمشوا منتدبين، بس المنتدبين ما يرجعوا من هناك يعني يواصلوا في حياتهم. فبشوف انه نحن الانسان اللي عايز يعمل شغل زي ده لازم يكون اول حاجة معتمد شخصيا، مثلا عائليا يكون منظم شغله وهو عايش في الخارج، ويرجع عشان يعمل شغل زي ده للسودان او يخاطب للخليج ممكن. فكان بدت المخاطبات، وحتى انا دخلت في الواسطات او العلاقات يا، وللأسف الشديد يعني العلاقات بقت بطيئة، ولا نوعا يعني بقى ما في مخاطبات أو مبادرات. فبشوف ناس الخليج كانوا بيطبحوا في معسكرات اللاجئين حكاية بتاعت 30 ولا 40 ولا 300 ضبيحة مثلا يا. فدي الواحد ما حيقدر يتكلم فيها، لأنه هو عطاء لشهر الضحية مثلا يا، فذكاء هو بيشوفوه. فبطرق تانية نحن كالواحد لما يشوفها بطريقة انه يقدر ينمي بيها في المعسكرات، المال اللي هو يتضبح بيه ده كله، والناس تضبح وتاكل في يوم واحد، ولانه الخروف لازم ياكلوه في نفس اليوم او تاني يوم، لانه هناك البلد سخنة، الاماكن سخانة، والبهايم بتتجدع مثلا. حتى انه عشان ما يعملوها لحم ناشف ما في امكانيات حتى يقدروا ينشفوا يعني. فكنا بنشوف انه الدعم دي يكون في طريقة تانية، وعملنا جدوى للحكاية دي. فللأسف الشديد ما قادر مثال اللي في المايك. اوكي، السلام عليكم. والله بما انه سؤال الختام زي ما قالت اختنا حبيت، طبعا انا في البدايه لما رفعت المايك هي كانت مداخله بحته عن اختنا الاستاذه احلام، و يعني حتى قلت لو عايزين نتكلم عنها او انا شخصيا لو عايز اتكلم عنها شهادتي فيها بتكون مجروحه، لاني بعرفها
تماما. فلكن الآن لي سؤال، السؤال تحديدا بيدور في فلك في ظل هذه الظروف اللي هي ظروف التغيير يعني، والحراكات الشبابية اللي بتتم. أختنا أحلام زي ما ذكرت أنه هي الآن وضعها الصحي ما بيسمح لها بأنها تعمل وتعمل زي ما كان في السابق. نتمنى أن ربنا يديها الصحة والعافية. لكن في خلال وجودها في لندن لها إسهامات، أنا عايز أعرف من أختنا أحلام أنها تحدثنا عن التأطير التم بالنسبة للنساء في لندن وتحريكهن. قد يكون هناك في بعض النساء المتقاعسات، هي قاعدة تعمل شنو عشان تحث النساء دي بأنهم يلتقوا ويتحركوا حتى لو كان في إطار المدينة المتواجدين فيها. بالتأكيد قد تكون قد وجدت صعوبات، فعايزين تكلمنا عن الصعوبات وعن المحاسن اللي هي حققتها في هذا المجال، وتحديدا في النساء المتواجدات في لندن. لكم التحية ولكم المايك والمايك فري. السلام عليكم. شكرا استاذ عبد القادر ميكال. استاذ احلام، اوكي الصوت مسموع؟ هل مسموعة؟ اوكي شكرا. اوكي شكرا يا عبد القادر ميكال، والف شكر. طبعا بالنسبة للنساء، طبعا في الحراك النسوي هنسميه مثلا في لندن، وفعلا نحن أسسنا اتحاد المرأة، يا يمكن تكون سمعت أو سمعته. طبعا نحن كنا مع الاتحاد الأوروبي، فلأسباب ما الصوت مسموع، الصوت مسموع. اوكي نحن كنا مع الاتحاد الاوروبي، يا وبعد ما انا انتخبت في شهر 3 يوم 24 2012 في فرانكفورت، يا في فرانكفورت، فبعديها بثلاثة ايام انا كتبت التنازل، لأنه ما كان مؤتمر موفق أو مؤتمر ناجح. وأي مؤتمر ما يطلع بنتيجة بالنسبة لي، أنا ما إنسانة سياسية، لكن في الشغل الزي ده عندي خبرة وعندي معرفة وواثقة من نفسي إنه أي مؤتمر ما يتم ويطلع بنتيجة ويغرر عنده مصالح تانية. أنا قدمت التنازل بتاعي وقالوا تراجعي، وحاولت أتراجع وقلت نتخاطب وتكون فشفت إنه أول قبال ما نأسس اتحاد مرأة أوروبي، نأسس أول في المناطق اللي نحن عايشين فيها، نعمل فروع، وبعد الفروع نعمل خلية، وبعديها ممكن يكون إقليم. فالإنسان ما بيمشي بيأسس في الإقليم وبعدين يجي يأسس فرع. فالحكاية دي اتعملت أساس إنه الناس تمشي للمؤتمر، والمرأة تكون عندها مكانة في المؤتمر وهكذا في المجلس وهكذا. فبعد ما رجعنا وحصل ده كل الاختلافات، فأنا بديت في لندن مع كل الأخوات شاركوا، اللي هي أم محمد ما موجودة حاليا، هي للأسف الشديد موجودة في لندن، وبعض الأخوات نشطات. وفعلا في اللي بيقول لك يا اخي نحن اريتريا دي مالنا ومالها،
واللي في اللي يقول لك يعني السياسة ما نفعت رجالنا، وفي اللي يقول لك أبوي ده كان رجل مناضل عمل شنو، وفي لكن يعني الحمد لله نحن ماشيين للأمام، وبديناها ب3 نساء، وفي بعض الأخوات طبعا اختلفنا برضو، يا اتحاد المرأة انقسم ل3، يا اللي هو في اتحاد تاني بيقول إنه المرأة الإريترية هي إريترية حتى لو تكون مع الحكومة، يا بتأيد الحكومة مثلا فهي إريترية، نحن بنتعاون معاها ونتعاطف معاها ونسمع رأيها. فنحن بنقول كمان نحن معارضة، ونحن بنعارض النظام ده، نحن مش معارضة، نحن بنعارض النظام ده، فكيف هنخاطب النساء ديل؟ فاختلفنا، فانقسمنا تاني يعني ما هو تنظيم لكن اتحاد مرأة. يا فالمسألة هي كلها شنو؟ انه الإريتريين عامة عندنا مشكلة، كل ما انا ما اتفق معاك اقوم اعمل حزب او اعمل تنظيم، فدي حاجة حل ثنائي بيقول، ولا يعني للحظات هو بس، لكن هو ما حيمشيك وقت طويل، لانك انت ما عملت وما فكرت في الموضوع ده وعملت فيه دراسة، ما حتقدر تمشي في الموضوع ده. اي تأسيس ما يكون صح وما يكون ثابت وما يكون واضح بيطيح، يعني ما حيمشي لقدام. فاتحاد المرأة الحالي اللي احنا بنشوفه وفعلا في المظاهرة عندنا اللوجو بتاعنا، واتحاد المرأة العام UK يا عملناه يا بريطانيا، يعني اللي هو ماشي كويس الحمد لله. بنعمل اجتماعاتنا حاليا، ما عندنا أي اجتماعات، لكن حيكون عندنا المؤتمر، وأول خطوة حنعملها هي حتكون مشاركة في مظاهرة، أو أول احتفال عملناه كمان اللي كان هو يوم 15/9 51 عام، 15/9 أيوة 51 عام من الثورة. ونحن ما طلعنا صور في الإنترنت، دي كمان للأسف الشديد اللي كانوا المفروض يصوروا قالوا ما صورنا، يا وما مشكلة نحن أنا بشوف إنه العمل بيثبت مع مرور الزمن، يعني ما ضروري نحن نعمل بروباغاندا في الإنترنت وتطلع الصور ويقول اتحاد مرأة و و و و لا، نحن أحسن نكون كده صامتين لكن شغالين. وأي أخ ولا أي أخت عندها علاقة في ناس لندن يا بالذات تتصل وتتصلوا بي، في رئيسة وفي نائبة وفي ماسكة مالية، يا وحنعمل مؤتمر، وإن شاء الله في المؤتمر تكون كسبنا أعضاء أكتر، وتكون مؤتمر تأسيسي لاتحاد المرأة، اللي هي المرأة براها تغرد وتعمل لائحة العضوية بتاعتها، لائحة العمل بتاعتها، المرأة هي براها هي تحدد يعني. وشكرا. شكرا أستاذ أحلام، شكرا أستاذ ميكال. ورحمة الله وبركاته. حبيت فوت رسالة سلام أولا لأخت أحلام علق قاعد يسمع، صح ولا لا يا حبيبنا؟ المناضلة، والأخت مرة ثانية أخت حريت بنت أخوي حريت، وكلكم الشباب اللي موجودين هنا يا إخواننا لو ما مسموع كمان اكتبوا لي واحد واحد، ليش كمان من هنا مشكلة؟ صح الأستاذة أحلام، أنا حقيقة العمل اللي قاعد تعمليه والعمل اللي عملتيه ولو إنه ما وصل على نقاطه بالنسبة للمستشفى الشهيد أو عيادة الشهيد يحيى جابر، مرة كده يوم من الايام كنت اتكلم انا من مع قبل اسبوع، وحبيت انه هذه رساله اوصلك اياها، مع دكتور سوداني نص سوداني نص اريتري يعيش معنا هنا في السويد، وان شاء الله هربطكم بيك انت وب دكتور خليفه، في امكانيه انه
الأخ هذه يربطكم، لا أخ هذه ممكن يعمل لنا عمل ويساعد معنا مع ناس دكتور خليفة يعني، والدكتور يمشي مع يعمل في بروجكت في داخل السودان، بيعمل هنا في داخل في السويد وثلاثة شهور في السودان، عنده صلة بأريتريا لكن تربى وترعرع في السودان ووالده سوداني هو، فإن شاء الله يا ريت تكتبي لي بالنسبة ل دكتور خليفة أو كمان الكونتاكت اللي عندك. أما بالنسبة منظمة المنظمة النسوية اللي أنت موجودة فيها واللي قاعدة تعمليها، نحن في مركزنا مركز غاش بركة للمعلومات باسمي وباسم إخواني اللي ما موجودين معانا هسه، نحن مستعدين لأي نشر، لأي نشر، لأي أوراق، لأي صور، لأي فيديو، لين انه بعض المرات نشترك معك معكم في التكلفه، وانه بننشر لك انه في اي حته ما انت عايزاها، سواء كان عايزه انه بيوتيوب، لو عايزه كمان انه في صفحتكم وفي اي حاجه. نحن في مركز قاش بركه اي بنوعد الناس وبنكلم الناس، بعض المرات انه ما نوفي بوعدنا، وبعد لسبب انه الظروف تكون الزمن او كمان اي شيء، لكن نحن بنديك الوعد اليوم لمؤسسه الامل انه بندي مستعدين نساعدكم، وهذه الرساله هذه مش مني انا ولا من حتى اني، كنا كفريق واصلينها يعني، فان شاء الله والله يهمك نحن انه وراك يعني. اهم حاجه اللي بتركزوا فيه واللي انا بقول انه وصايه بالنسبه لك، الاسئله كلها سمعتها ما هاكررها، تقريبا انا سؤال اللي الله يبارك فيها اخذ اخت حريت نصه كانت تاخذه من التكست ونصه كان يكتبوه للناس، وكانت تقول هو في بعض الشباب اللي اشتركوا اليوم كلهم بدون استثناء نفس الاسئله انه ذكروها، والاسئله تقريبا نفسه، والاسئله هي انا ما عندي اي سؤال جديد. اما اللي بقوله انا كوسايه انه انتم تمسكوا بمؤسساتكم اللي ما عندها ضغوط من اي احزاب سياسيه او لا تنتمي لاي احزاب سياسيه لسبب معين، مش انه العيب في الاحزاب السياسيه، لكن العيب هو انه في سؤال اللي انتم تطرحوه، سؤال اللي المراه هي سؤال الاكبر، هي سؤال انه ضروريه. انا يعني كنت اقرا حسه قبل شويه انه مشكله المراه الاريتريه في اسرائيل، يعني المراه الاريتريه انه مع كل التعذيب اللي بيحصل فيها من قبل هجدف، من بعد انه حواليها الرجال اللي موجودين، انه اليوم انه المراه الاريتريه كمان انه عشان انه ما تعيش انه في اللي تعيش في اسرائيل بالذات، انه يحصل فيها بعض المرات من ضمن من اولاد جلده بلده او من اولاد بلده لبعض الاغتصاب ولين قتل كمان حاصل، يعني حاصل انه تقريبا انه ثلاثه حالات قتل في حوالي 10,000 شخص، انه مش هين، وهذا القتل حصل على اساس هي امراه هي حبته ولا حباها وبالصوره هذه للاستدعاء. عافية. فانه الاسئله كبيره والتحديات كبيره عليكم، فاتمنى انا من ان انتم تتحدوا وتعملوا العمل ضروري جدا. بالنسبه لعمل الاغاثه هذه كلنا نحن نوقف فيه ونحن انه حنبدو واجبنا زي ما قلت، لكن بالنسبه لعمل المراه ان شاء الله ابدؤوا باللي عندكم قليل حتوصلوا انه لدرجه لسبب معين. اتحاد المراه الاريتري، هذا العام المرأة الأريترية بدأ انه من عدة بنات او اخوات مفادلات منادلات، اساميهم ممكن اقدر اذكر منهم اللي التقوا في القاهرة في ستينات، ونتيجته كنا نعلم وكلنا انه في خور مقرايب وفي خور انه بركة وفي ساحل، انه المراه الاريتريه بدات تكتب الف تاء تاء سا
وانه بدات تتطور انه في احد الثوره الاريتريه في سبعينات وفي ثمانينات يعني وفي تسعينات، لكن نظام الظلام ونظام الجنون النظام هدف انه رجع مره ثانيه بوصله تطور المراه رجعوا، ومن اجل تقدم المراه انا بشوف انه العمل اللي قاعد تعمليه واصله فيه وربنا يوفقكم، ومش مواصله فيه كمان انه يا ريت انه كمان تعملوا عمليه ضغط او كمان عمليه جرد في اي حزب سياسي وفي اي حزب منظمه وفي اي منظمه مجتمع مدني قدر ايش المراه موجوده في السلطه. وهذه اهم حاجه، هي في واحد من اصدقاء كان يحكي إذا يقول لي مرة إنه المرأة لو عايزة تنتصر، يقول لي هو الرجل حقيقة إنه صومالي وجاي من الصومال، لازم تكون المرأة في مركز السلطة. يقول ففي أخوات فاضلات موجودات اليوم في الأحزاب السياسية، أتمنى من كل حزب سياسي إنه الأخوات هذول يدوهن إنه كذا مقعد. ليش؟ إنه هذه المرأة هي اللي تقدر تجيب إنه تطور المرأة، والمرأة لما تشوف إنه أختها في قياده ممكن انه اكثر واكثر تشجع عشان تخش في العمل السياسي والعمل الاجتماعي. وهذا اللي كنت عايز اقوله. اما بالنسبه للنقطه اللي بدات فيها، انه عندك السكايب بتاعي، عندك الايميل بتاعي، يا ريت فيه ترسلي لي النمبرز بتاعكم عشان انا اديه للاخ الدكتور السوداني، وان شاء الله انه حيواصل معاكم. والفرج قريب، واشكرك جدا، واشكر انه الاخت حريت انه لامسيه هادئه جدا جدا، لكن مع كل الاسف اخت حريت انه الغرفه هذه اللي عندي مشكله، بدون انه مشيت في غرفتين تكلمتها بنفس المايك بنفس من كان نفس الكمبيوتر، ما كان عندي اي حاجه، لكن بكل مشكله بعض المرات تحصل، وهذه تحصل في اغنى الهندسات لبيل جيت حصلت ولاي واحد حصل، فما عندك مشكله. لكن اشكرك جدا جدا للعمل اللي انت قمت به اليوم، والامسيه الهادئه جدا. انا من ضمن الامسيات الهادئه، الامسيات اللي نقدر نستفيد منها، انه هذه الامسيه واحده منهم. الاسبوع اللي فات كانت وواصلوا في امسياتكم هذه عشان نستفيد منكم، واشكركم جدا. المايك لكم، واشكر انه حبيبي اريتريا زي اسمك اريتريا الحبيبه اللي في قلبي وفي قلب كلنا، انت كمان انه الحبيب اخي الفاضل اريتريا. شكرا. حابه تعلقي على الكلام اللي قاله سيدي دبليو؟ اوكي ماشي، ليش المايك حبيبي. السلام عليكم، الصوت مسموع؟ شكرا يا هريتي وإريتريا برضو، وشكرا يا سيتي دبليو لأنه ما عملت جيف أب. يا أتمنى الكل يكون زيك. يا فلو خدت حاجة في دماغك ما تخليها، دي كويس 100%. شكرا على العزيمة. بالنسبة للدكتور أو للإنسان اللي هيقدر يتعاون وكده، عندك الاتصالات معاي طبعا، فدي ما مشكلة، وأحب أشكرك، وأنا ما حأنتظر يعني. بكرة الصباح إن شاء الله هأكلم وأبلغ الدكتور خليفة وأبشره. يا وبالنسبة لانه الاعلان في المواقع وكده، شكرا. وان شاء الله لما نعمل المؤتمر، اول من ينزل الصور او التقارير هيكون قشبرك ان شاء الله. وشكرا لك، شكرا مايك. شكرا سيدي دبليو اريتريا. استاذ اردوغان ليك المايك، واعتقد انه هذه هتكون اخر مشاركه ليك المايك استاذ اردوغان. شكرا شكرا ست حريت. انا ما عندي سؤال، بس انا كنت عايز اقول اقترح استاذ، الرجل هذا سي تي دبليو رجل مناضل صراحه، ورجل ما شاء الله عنده ذاكره، زي ما اليوم عملت مع السيده احلام،
أتمنى إنه مع سي تي دبليو وعمنا مصاوع صراحة في هذه الغرفة عندنا ما شاء الله ناس لهم باع مناضلين بالدرجة الأولى، ومعليش الظروف أو المأساة اللي كلنا نعاني منها لقوا نفسهم خارج الوطن. احنا صراحة خلي نلفت نظرهم، خلي نقدمهم على الأقل زي ما يقولوا ندردش معاهم ونشكرهم على الوفاء. أوصي أو أقترح إنه تكون لقاء مع أستاذ سي تي دبليو، يستضيفه يوم هو وأستاذ مصاوع ومن كل من له إمكانية يعني. وشكرا، هذا اللي حبيت أقوله، تصبحون على خير. شكرا أستاذ أردوغان. أستاذ أحلام، أعتقد بس في سؤال واحد، آخر سؤال، معلش تعبناكي معنا كثير النهاردة. بيقول لك ليش إحنا مش لماذا لم نرى دور المرأة الأردنية بارزا في العمل التطوعي؟ اللي خلت ضعف المشاركة عند المرأة الأردنية، هو ده السؤال أعتقد. لماذا أو سوري لماذا لم نرى دور المرأة الأريترية بارزا في العمل التطوعي، وما هي الأسباب والدواعي التي أدت إلى عدم ظهور المرأة في العمل السياسي؟ فأتمنى إنه تجاوبين على هذا السؤال. أستاذ أحلام، أستاذ أحلام ليك المايك. أستاذ أحلام، طبعا السؤال ده افتكر اتسأل واترد عليه، ولكن برضو ده السؤال الدائر في مجتمعنا الاريتري حاليا، انه دور المرأة هو دور المرأة بارز، بس المرأة ما هي المرأة ما عندها مشكلة، بس الظروف، لانه لما كانت اريتريا تحت الاستعمار الاثيوبي كانت المرأة بتناضل بحرية وبحماس فالمرأة الحين حتى المناضلين يعني المعارضة بقت كلها مكاتب وما في ساحة ميدانية وما في، فده اللي هو أضعف من عمل المرأة عامة. بالنسبة إنه في العمل الإنساني، كل العمل الإنساني اللي بتقوم به المساعدات هي المرأة. لو جينا عن دكتورة القانيش، وحتى لو جينا عن الأسامي، أنا عندي مشكلة الأسامي يعني، برضو الأخت وكل الأخوات اللي بيساعدوا في أي منظمة، الاشتراكات اللي بيدفعوها ملتزمات هم النساء، الاشتراكات الشهرية لتطوير العمل الإنساني هي مرأة. في الأخت أمسر في أستراليا على ما أعتقد، أستراليا برضو أمسير، وفي غيرها، وفي الدكتورة ملوك ياسين، وفي يعني نساء نساء نساء، كلهم نساء هم، بس يعني بسيطات وما ظاهرات. طبعا النساء ما عندنا مشكلة، مشكلتنا إن شنو، بنشتغل في صمت، لكن الساحة هي المرأة ما تخلت منها. بس انت لو وقفت معاها، وهي مشكلة الرجل زي ما اقول. واحب اشكر الاخ اردوغان انه جاب فكرة سيتي دبليو وكل الاخوان، يا ريت كل واحد فينا زي ما انا الليلة اديت عن اشياء بسيطة مريت بيها في حياتي او قدمتها. أتمنى كل الأخوان برضو يدونا من تجاربهم، وأحب أشكر الغرفة وكل الحاضرين الأمسية، وبالذات الابنة العزيزة حريك لشجاعتها وتقديمها للبرنامج، وبمعنى إنه يعني حصلت حادث اللي هي بادو سلستة زي ما يقولوا، يعني 0-3 ناس هم ما مننا، وتصرفك كان ما شاء الله يعني أمسية جميلة. وأشكر كل الأخوان، شكرا لكم، ولحد الأسبوع الجاي. شكرا.
شكرا كثير أستاذ أحلام، شكرا لكل الشباب اللي شاركونا بالليلة، ابتداء من أول شخص دخل لحد آخر شخص دخل وكل الأخوة اللي موجودين تكست أو حتى تحدثوا. أحب أشكر كثير أستاذ أحلام، أعطيتينا من وقتك كثير جدا، جزيك خيرا. أتمنى أن كل الأخوات اللي كانوا موجودين يكونوا استفادوا من تجربتك. أنا شخصيا استفدت منها ولمت الحال كثير، ليش الواحد ما يقدم على قد ما يقدر على الأقل يعني. فليكم عواتي، ليك الشكر كثير على التشجيع. أردوغان بصراحة ما شاء الله عليه دايما بيشجعنا. إيدي جيت متأخر ولكن فيك الخير برضو. إريا أنجبة، إريا فوفو تشين كاتو ياسين. أنا حابة أشكر كل الناس اللي موجودين، وأقول لكم إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين ظل عليكم، ما نكون تقلنا عليكم دمنا شوية. وأحلام صراحة أنا حابة كتير أشكرك لأنه قدمتينا كتير، علمتينا كتير، فلك الشكر أختي، ولكم الشكر أخواتي كلكم اللي موجودين. وأعتقد أنه الليلة اللي هنا نحاول إن احنا نختمها. شكرا كتير لكم كلكم، وشكرا على التشجيع، والمايك فري.